أنا رصنع في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا، أهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا. لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا، نمشي ونسيب حلمنا وبطل تقول كلمة أنا. كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز، ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز، فلع الشباب البديع قلبوا خريف أربيع وحققوا المعجزة، صحوا القتيل من القتل. اقتلني قتلي ما حيعيد دولتك تاني، بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني، دمي ده ولا الربيع الاتنين بلون أخضر وببتسم من تعدي ولا أحزاني. في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي. الرؤساء في الطابور، الجيش يؤمن الانتخابات برا وبحرا وجوا. سلطان، إعلان النتيجة النهائية اختصاصنا ولم نستبعد أي قاض. العليا للانتخابات، إحالة شفيق ومرسي وأبو الفتوح للنائب العام لاختراقهم الصمت الانتخابي. 100 غرفة عمليات تبعت اليوم الانتخابي الأول. القومي لحقوق الإنسان يستقبل 50 شكوى خلال الساعات الأولى. المرشحون للرئاسة في الطوابير، الرؤساء في الطوابير لأول مرة في التاريخ. هنشوف موضوع الرؤساء والطوابير بس بعد ما أقدم لكم ضيوفي الأعزاء. يشرفني أن يكون معنا الليلة الأستاذ ثروة الخرباوي المحامي والقيادي الإخواني السابق بجماعة الإخوان المسلمين. أهلا وسهلا أستاذنا. والنهاردة مش عارفين هتدافع عن مين. هدافع عن الحق. الله أكبر. يسعدني أيضا أن يكون معي الناشط السياسي وعضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار الأستاذ محمود سالم. أهلا وسهلا أستاذ محمود. والشباب كده بحب أقول لكم يا محمود عشان أحس أن أنا كبيرة يعني. محمود صاحب 80,000 تابع، والثمانين ألف تابع دول في الفضاء الإلكتروني، ومن الأسماء الأولى التي يعني خلقت وراءها جيش من الشباب على التويتر من فرط ذكاء وأهمية التويتات التي كان يرسلها منذ يوم 25 يناير، مش كده؟ مظبوط، قبل كده من 2007. من 2007. ولكن طبعا بعد 25 يناير أصبح باسمه الحركي ساند مانكي على التويتر. لو عايزين تخشوا عليه دلوقتي خشوا عليه ساند مانكي، هتشوفوا العجب بصراحة. مش كده؟ وبعدين أنا أول علاقة عرفته عن طريقها كان عن طريق برضو ساند مانكي التويتر. التويتر صحيح. مش كده؟ كان في انتقادات. كان في انتقادات. مش هنقول بقى الانتقادات كانت مني ليه ولا منه ليا، حاسبكم تدوروا عليها. يسعدني أيضا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية الأستاذة عزة كامل. أهلا وسهلا. عزة وحشتينا بقالك كتير مجد. كلكم بقالكم كتير وحشتونا مجد. بس النهاردة يوم تاريخي، يوم فاصل في تاريخ مصر. وصفوا الأستاذ سمير عطلة النهاردة في مقال في الشرق الأوسط، وقال المصريين بيعيشوا يعني لحظة فارقة تاريخية لم تحدث منذ أيام الفراعين الأولى. وأنا لا أتصور أن اللحظة دي حدثت في مصر حتى أيام الفراعين طبعا. يعني أنا هنشوف دلوقتي أستاذ سمير عطلة قال إيه، هنقرأ جزء من خلال الحلقة. لكن أنا لا أتخيل ان الفراعين ما كانوش بيعملوا انتخابات.
ما كانوا برضو فرعين وطالعين فيها ويقعدوا على قلب الشعب لغايه لما يموتوا او يوقعوا بعض. وحضرتك في النهارده مراسل صحفي بيسال مواطنه على باب اللجنه الظهر بيقول لها انت بقالك قد ايه واقفه؟ قالت له 30 سنه. الله برافو. فراح واحد تاني رد وقال واقف جنبها لا احنا بقالنا 3000 سنة بننتظر هذه اللحظة. الله يا الشعب المصري انا عايز اقول لكم شوفي الانتاج العميق ذكاء يعني خارق انا بلمسه على شوف اكيد انت لمسته على تويتر الحكم بتطلع منهم يعني وبتطلع بسرعة شديدة بتطلع منهم الحكمة بتطلع منهم النكتة بتطلع منهم السخرية. انا عايز اقول لكم في المواقف الانتخابية النهاردة في شوية حاجات يعني لو اقدر اقولها كنت هقولها. اقول لك اخر اخر دعابة اي عندما وصل الدكتور محمد مرسي الى كرسي الرئاسة كان اول قرار جمهوري سيصدره هو قررت انا محمد مرسي رئيس الجمهورية التخلي عن مهام منصب رئيس الجمهورية وتكليف مكتب الإرشاد بالقيام بإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعان. طيب احنا عايزين بس نشوف اول الرؤساء في الطابور واحد من دول هيبقى رئيس جمهورية مصر العربية ان شاء الله و كان واقف في الطابور زي بقيه الشعب. النهارده الدكتور الكتاتني دخل على اللجنه بتاعته فمع بقى الحرس الخاص بتاعه وبتاع فداخلين ماشيين على طول فالناس قالوا له لا 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 ارجع اقف في الطابور. فالحقيقه كانت روحه عاليه جدا انه قال لهم انا بحترم الطابور ووقف ساعه ونص كويس هو كان لازم يعمل ده من الاول عشان ما حدش يوجه له الانتقاد ده يعني لا بس دي حاجه جميله قوي ادينا اهو شايفين الدكتور كتاتني داخل اللجنه الانتخابيه ويعني التصوير دقيق بيجيب لنا البطاقه عشان ياكد لنا وبعض المرشحين غيروا لهم الشعب لحق بسرعه يغير الرموز بتاعتهم على الانترنت بس مش هقول لكم الرموز كانت ايه اتغيرت لايه شفيق انت فهمت شفيق رمز الجزمه ايوه مش معناها لا لا هو في واحد شفتها النهارده طب ده عملي استنى لا لا صعبه شويه لا هو في واحد من انصار استاذ حمدين بيحاول يقنع واحد من مؤيدي من الناس البسطاء اللي بيأيد احمد شفيق فمرضاش يقتنع قالوا لا هدي احمد شفيق قالوا طب خلاص علم بقى على النسر لان احمد شفيق هو رمز النسر لا في منتهى الذكاء مين تاني عندنا اظن يعني كانوا في سعاده وهم بيدلوا باصواتهم هو بص يا هلا بصراحه هو احنا يعني انا في اليوم اللي زي ده عمال اتفرج على كل اللي بيحصل الناس مختلفه تماما هي حصلت يعني احنا كنت عملت هاشتاج امبارح على تويتر كنت عاوز اشوف مين اللي عنده خلافات في بيتهم عشان مثلا والدتي عاوزه صوت عمرو موسى والدي عاوز صوت حمدين صباحي صحيح دي حاله واضحه جدا حاله موجوده كل بقى حكت شويه قصص اللي بقى سابت جوزها عشان خاطر كان عاوز يصوت لشافيه للدرجه دي والخناقات اللي جوه البيت الحبايب قطعوا علاقاتهم عشان ناس خسرت انتوا بتتكلموا جد ناس خسرت بعض كتير ناس سابت جوزها عشان تصوت لشافيه مش هينفعها بحاجه شافيه في الموضوع بس بس هقول لك حاجه بصراحه حلو احنا كنا فين وبقينا فين من اخترناه وبيعناه يعني 99 و999 من عشرة بصراحة يعني يوم طز في مبارك كلنا الشعب المصري بنقول له خلاص امشي دي اندفاعات اللحظات الاولى للديمقراطية الحقيقية يعني الحالة اللي بيقولها الاستاذ محمود هي شيء طبيعي ظاهرة صحية للناس وهي بتمارس لأول مرة حقها بحرية شديدة فلازم يحصل الحالة دي في ناس كتيره يعني لغايه النهارده الصبح مش حاسمه يعني اتفقت على مرشح امبارح النهارده كلموني قالوا لي لا مش هناخد طب ليه لان اسباب كذا وكذا لاخر دقيقه الناس لسه مش عارفه هي هترشح مين ولسه لحد دلوقتي اللي صوته ده بيتسالوا طب هو مين اللي منظره هيكسب مش عاوزين نضيع اصوات يعني انا في ناس كلمتني بتقول لي طب خلاص حمدين لو انا هكسب شوف شوف الدكتور مرشي واقف فين في الطابور ما شاء الله يعني هو لجنته في الشرقية الدكتور بس شوف واقف وعلى فكرة شوف وجوه الناس اللي قدامه مش ملتفتين للموضوع قوي يعني مش لافين بيبصوا او بيبتسموا عارف ساعات لما تحس ان في حد حواليك هو حضرتك في سبب ما حدش يعرفه اصلا
من اللي واقفين يعني. انت عارفه بلاش عشان احنا في صمت انتخابي. لا طب انا في صمت انتخابي. لا هلا هلا كنا واقفين عند لجنه النهارده. ايوه حلو. انا بس عايزه اقول انه عايزه ومحمود كانوا يعني بيراقبوا الانتخابات وبيمروا على اللجان، وطبعا انت من خلال مرك على اللجان ومن خلال شايفينكم على الويب سايت موقع شايفينكم اللي شايفينكم فعلا يعني رقابه يعني رقابه. اه لا انا فكنتوا بتلفوا على اللجان باين. انا كنت بلف شايفينكم، كانت كنا متصل بيهم كنا نعرف اللي بيحصل، وكان في رقم الهوت لاين اللي هيفضل شغال لحد بكره اللي هو 1 1 6 9 5 1. فلو حصلت اي انتهاكات او اي حاجه لو سمحت تكلموهم. هو يعني فريق رائع. انا لا اقوده ولا بحب اساعدهم يعني. اسمهم ايه؟ شايفينكم 1 6 9 5 1. 1 9 6 1 9 1 9 6 5 1 6 ولا 1 9؟ اكتبوا شايفينكم 1 6 9 5 1. اكتبوا على الشاشه عناني، اكتب بسرعه عناني، ركب عجل في صوابعك. عايزين بسرعه نكتب شايفينكم شايفينكم ولا شايفينكو؟ لا شايفينكم. شايفينكم على تويتر بالميم شايفينكم. يلا افتحوها وهاتوا لنا الموقع على الشاشه. كانت بتاعتها غاده شهبندر ومعاها بوسينه. افتحوها على الشاشه. يعني حركه وطنيه موجوده من زمان يعني. شايفينكم على الويب سايت. والرقم تاني قول 1 6 9 5 1. 1 6 9 5 1. في مكالمه هتجيبها لنا دلوقتي من المستشار اشرف ندى. ايوه في خبر مهم هنسمعه دلوقتي. نعود للمزار، تحليل المشهد يا استاذ ثروت النهارده ما بين يعني الشعب. معلش سوري، كان محمود هتحكي لنا حاجه، قلت وانتوا بتلفوا شفتوا ايه. عايزين نسمع. لا 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 هحكي لك بس قصه مسليه على موضوع مرسي يعني. اللي هو الناس واقفه، كان في ولد جاي من الصعيد، هي جاي مع عربيه، وجي واحد من الاخوان كده كان جاي بيتكلم، وكان بيتكلم بس في اللي هو ان احنا كلنا مصريين ومش مهم مين اللي يكسب وبيكلم الناس كده. فالواد جاي بيقول لي هو مين ده، هو ده عاوز ايه؟ فقلت له يعني ولا حاجه، ده يعني هو منظره يعني، هو جاي بيقول للناس بس كلنا نحب بعض وكده. قال لي ده منظره مرسي. فقلت له يعني ايه منظره مرسي؟ قال لي بص شبه مرسي، حتى بص كده على البوست هتلاقيه شبه مرسي، كلهم شبه بعض، كلهم مرسي. يا بدين يعني ولا لا حاجه كده. هو نفس الفورمه، نفس البدله، نفس الابتسامه التي لا تعني شيء. يعني احنا مشكلتنا حتى في التعامل مع مرسي ان هو كان البديل فعلا، يعني ان هو حتى انسان هو كناش عاوزينه ينزل، فبيحاول يقنعوا الناس بانسان كان مجرد يعني لاعب احتياط. لا انت كده بتخبط في مش قصدي خبط في المرشح للانتخابات. بس عايزه اقول لك حاجه. لا ثانيه معلش محمود، ماشي انا مش عايزة. انا ما عنديش مرشح انتخابي. محمود اصله كلامه زي الدبش. انا ما عنديش مرشح انتخابي، بس انا الفكره محمد مرسي هو في الحقيقه مش مرشح، هو الطيار اللي نازل مش المرشح. لا بس هو في هو الاستاذ محمود بيقول نقطه جديره بالمناقشه بالنسبه للمشهد يعني. على الدكتور يعني، هو الدكتور مرسي عمل قفزه فظيعه جدا النهارده، بيقول لك ان هو متصدر. صحيح. يعني مش في كله، في لا في كثير من اللي يعني انا اقول بس احنا كمان عايزين نتكلم عن الانتهاكات اللي تمت من خلال الحريه والعداله النهارده اللي خلى برضه التصدر ده. لا لا يا عزه، هنتكلم على الانتهاكات الحريه والعداله الشفيق حمدين ابو الفتوح كله زي بعضه. لا بس مش كله زي بعضه، هقول لحضرتك حاجه. انا عندي راي. حضرتك قولي رايك بس احنا لازم نسكت. مفيش تساوي جميع الانتهاكات. مفيش تساوي. لا طبعا. طب في انتهاكات عن الثانيه تفرق قوي. النقطه اللي كان بيقولها الفكره اللي انا عايزاه اوضحها انه الدكتور مرسي مبدئيا ما جاش من اول لحظه انه مرشح نفسه، هو جاء لما فشل موضوع المهندس خيرت الشرطي. ما هو علشان كده جاي بفكرة البديل. هي دي النقطة. علشان كده حضرتك النقطه بس حضرتك في حاجة قبل ما تكمل اقولها لك. بس احنا دلوقتي حلو، احنا شعب قتل ايديولوجيات. احنا عندنا ليبراليين هيصوتوا لحمدين صباحي، عندنا يساريين هيصوتوا لامين عبد الفتوح. فاحنا الفكره ان الموضوع شخصي، ان الناس بتصوت للانسان اللي بيثقوا فيه. يعني مثلا في كتير من الفلول جدا بيثقوا في شفيق، انا عمرو موسى في صوته لشفيق. في كتير جدا بيصوتوا لعمنا فتوح باب الثقه الشخصيه. مرسي الوحيد تقريبا الذي لا يمثل نفسه، هو يمثل تيار. حلو، يعني مرسي مجرد وجه. يعني الكل بيتجاوز الايديولوجيات ما عدا مرسي. الكل اللي بيصوت لحد بيتجاوز الايديولوجيات ما عدا مرسي، عشان مش بيصوت لمرسي، بيصوت للاخوان. السؤال يا اساتذه، السؤال هل
الشعب بيصوت لشخص ولا بيصوت لبرنامج ولا بيصوت لأيديولوجية؟ ده سؤال. واللي حاصل دلوقتي الشعب بيصوت لمين؟ الشعب النهاردة صوت لمين؟ عايزة تتفضلي. انا رأيي انه الحاجتين، البرنامج بيبقى اخر حاجة في الحقيقة. والبرامج كلها زي بعضها. معظمها في تشابه وما فيهاش معلومات وفي كلام وعود وخلاص، لكن لاما للشخص بالاضافة للأيديولوجية طبعا. يعني هو بيمثل ايه، فكره ايه، كمان دي نقطة مهمة جدا. انما ما حدش بيصوت لبرنامج. هو طبعا البرنامج انعكاس للأيديولوجية، مش ممكن فصل الاثنين عن بعض يعني. لكن كمان احنا لقينا في الفترة الأخيرة في ناس اسهمها عليت قوي وما كانتش محطوطة في من ضمن الأوائل في الحزب خالص، وناس غيرت رأيها كتير جدا من الناس وقالت لا احنا هنروح ونحول اتجاهنا لمرشح بعينه، لان ما ينفعش ان احنا يبقى حتى لو مختلفين معاه. ودي حزبة على فكرة كانت في الأيام الأخيرة إزاي؟ كتير يعني. حمدين مثلا صباحي أسهمه عليت في الفترة الأخيرة. في ناس ما كانتش هتدي حمدين لكن اتجهت لحمدين، لأن في فكرة معا من أجل إسقاط الإسلام السياسي. يعني الفكرة دي موجودة عند ناس كتيرة بغض النظر التوافق حوالين شخص. يعني هو التصويت منه بس نكاية بالآخرين، مش نكاية. انت دلوقتي الوطن ده كله في المحك، عقابي الوطن ده كله في المحك. يعني الناس اللي عايزة دولة مدنية مش هتدي طبعا التيار الاسلامي السياسي بالطبع يعني. طب والناس اللي عايزه دوله اسلاميه مش هتدي التيار الاسلامي. نفس الحكايه، لكن في ناس بدات تغير رايها، في تارجح في الاراء ما كانش من ساعه ما بدانا مثلا من 4 شهور أو 5 شهور. ده في ناس لغايه هذه اللحظه بتتارجح، وبالتالي لازم نرصد ده. اكرم المخرج بتاعنا كل يوم يجي لي برئيس شكل، بس بصي يا هلا، مش عارفه هيروح ينتخب مين بكره. الفكره كلها ان الناس مش عاوزه رئيس رمادي. أي. عاوزين يا رئيس يا ابيض يا اسود. يعني هي دي الفكره اللي عندهم. ان دلوقتي الناس هتصوت لشفيق ليه؟ عن عمرو موسى. عشان شفيق بالنسبه لهم انسان واضح، واحد مش حابب الثوره خالص يعني. ما يتعامل بهذا الاتجاه واضح. حمدين صباحي واضح. ناصري يساري مدني واضح. يعني مش حاسين ان هو ممكن يعمل مؤامات على حساب حاجه معينه. المرشحين اللي واجهوا مشاكل هم المرشحين، الناس مش عارفه تحددهم، او مش او يعني شايفين هم رمادي اكتر، واللي هو ده كان نوع من المشكله. مش عارف حضرتك اتفق معايا ولا لا في ده، بس في المناظره في المناظره اللي حصلت مثلا بين عمرو فتوح وعمرو موسى، الاثنين طلعوا خسرانين شويه. بص، قواعد المناظره كانت توجد ان الاثنين يخسروا طبعا، لان انا اظن ان المناظره كانت معموله اصلا ومعد لها بشكل خاطئ. والاسئله التي وجهت كانت اسئله خاطئه، ودي اول مره حد يفوز. وهذه اول مره تمر بها يعني مصر بمناظره بهذا الشكل. ما هي المناظرة بس فيها فندم انها اختارت قبل ما الشعب يوصل للإعادة. يعني المشهد ده كان لازم نشوفه قبل الإعادة. بالظبط كده. لكن ما بقاش فيه 13 مرشح. صحيح. واجيب اتنين منهم انا والباقي خلاص مش هيعمل كمؤسسة او كهيئة او كجريدة او كمحطة. خطأ يا دكتورة برضو. فانا القي باللوم على المناظرة نفسها. لكن برضو يعني كل طرف لم يكن وبحيادية، رغم أن أنا طبعا مع الدكتور عبد المنعم، لكن كل طرف لم يكن قد أعد للمناظرة بشكل تجربة واضح. جديدة عليهم تجربة كمان جديدة. يعني الأستاذة عزة قالت كلام كويس دلوقتي فيما يتعلق مثلا بالبرنامج. إحنا كشعب مسألة البرنامج دي مسألة جديدة علينا. تيجي للشعوب اللي فيها أحزاب قديمة مستقرة زي فرنسا مثلا، بيكون اتجاه رأسمالي شوية، يجي اتجاه اشتراكي. أمريكا يجي حزب، هنا يجي يعني. فكل حزب من الأحزاب بيكون له رسالة وبيكون له أيديولوجية وبيكون له مضمون. فالشعب مثلا يتجه إلى في هذه الانتخابات إلى الحزب الذي سيرفع أو سيقوم بحل مشاكل البطالة، أو وجد لديه الحل في مشاكل التأمين الصحي أو ما شابه ذلك. يجي في الانتخابات اللي بعد كده لما يلاقي ده منفس البرنامج بتاعه أو برنامجه وخنقاصر، يختار البرنامج الآخر. ففي الشعوب الأخرى يتم اختيار البرنامج قبل الشخص. قبل الشخص أما طبعا. هنا
فالشخص طبعا ما قيمة البرنامج إلا قيمة الرجل. الراجل هو اللي بيدير. يعني أنا لو جبت أعظم برامج الدنيا وأعطتها في يد من لا يحسن الإدارة ماذا سيفعل بها؟ صحيح. فلذلك مازال في مصر برضو قيمة الشخص. شوفي جمال عبد الناصر لما جه وحكم مصر إزاي كان شخصية الكاريزما بتاعته شخصية طاغية واستطاع أن يقلب المجتمع المصري من اتجاه إلى اتجاه آخر كان اتجاه ليبرالي قبل الثورة. شوفي مصطفى نحاس نفسه في قبل الثورة وكيف كانت شخصيات زعمية ومكرم عبيد حتى أنور السادات حتى محمد نجيب في السنتين اللي حكم فيهم لو تشوفيه حضرتك هتلاقيه كان شخصية زعمية وله قدرة على أنه يجعل الناس تلتف حوله. علشان كده برضو بنلاقي بغض النظر عن مسألة الرمادية وتحديد المواقف الشخصية وشعاراتها وكلامها. يعني حمدين وهو صديق وأنا بحبه وبحترمه إلا إن حمدين بيكثر من استخدام العبارات العامة والشعارات التي تثير حماس الناس وده تكتيك انتخابي جيد لأنه عارف إن مردود هذا الكلام سيلقى صدى في نفوس البسطاء لما يتقال كلام عالي قوي واللي بيتكلم كلام علمي جدا ممكن ما يبقاش يعني له صدى عند الناس لكن خالد علي لما اتكلم برضو كلام علمي لكن قاله بشكل بسيط وجميل شكل جميل وبسيط برضو حاز اعجاب الناس لانه بقى يجيب امثلة بقى يمسك مثلا خامات جايبها من سينا او من مناجم السكري او ما شابه ذلك ويوريها للناس ويتكلم عن بشكل عملي فالانسان تبقى الصوره عشان كده انا كان لازم اخش الانتخابات لان انا جبت الصخر اللي فيه ذهب السكري مسكته لان حتى الشخصيه لا اما لازم يبقى لها تاريخ سياسي او ممارسه سياسيه او ممارسه حياتيه او كذا مش حاجه فجاه نلاقي حد جه ملوش اي تاريخ ولا اي كاريزما ولا اي كذا وناس تقتنع بيه ازاي يعني حد عامل كده هبطان طيب احنا دلوقتي يعني شوفي واحد زي الدكتور عبد الله الاشعل محترمنا لكن كان ينزل وبعدين يقول هنسحب وبعدين ينزل ما هو التردد ده كمان سيء جدا كمان اصلها يعني ده منصب رئيس الجمهوريه منصب رئيس الجمهوريه مش لعبه ايوه انا عايزه اقول لكم خبر تشاركونا فيه النهارده ابو الفتوح بيقول الرئيس من ابناء الثوره ومرسي بيقول الشعب لن ينتخب الفلول قوات الجيش بتؤمن الانتخابات على البر وطائراتها بتراقب السماء والعليا للانتخابات بتقول احاله شفيق وموسى وابو الفتوح للنائب العام لاختراقهم مرسي احاله شفيق ومرسي وابو الفتوح للنائب العام لاختراقهم الصمت الانتخابي وهنشوف ازاي الانتهاكات اللي حصلت النهارده ومن مين وايضا المشير وبدين والعسار والملا يتفقدون الانتخابات واستشهاد عريف شرطه بطلق ناريه بالصدر امام لجنه برود الفرج وانا هتوقف لحظه قبل ما استكمل الخبر احنا كان ايام الانتخابات البرلمانيه طبعا الانتخابات الرئاسيه او الاستفتاء بتاع المخلوع ده ما كناش حتى بنفكر لانه 99.9% في ناس بتقوم بالدور نيابه عن الشعب ما كانش بيسال حتى لا يمكن لها بال لكن في الانتخابات البرلمانيه وانا بنذيع البرومو بتاعي سنه 2006 لما كنا بنتكلم على البلطجه كان في كميه دم في هذه الانتخابات رهيبة. وكان في كميه بلطجيه 2005 على عينك يا تاجر وكان في سيوف وجنازير وسنج وبلطجيه فجاه احنا الناس في الشارع جم في انتخابات الرئاسه وفي الانتخابات البرلمانيه مش موجودين فدي لازم يعني دي علامه استفهام كبيره جدا يبقى هذا الشعب بيحترم انه يحترم وان فعلا ثبت بالدليل القاطع ان الدوله كانت هي استبدادها بتفسد الانتخابات واعتقد انه لن يجرؤ حاكم بعد ذلك مع هذا الشعب اللي رجع رئيس مجلس الشعب من الطابور وقال له روح اقف يعني احنا هنشوف دلوقتي برضو في موقف للاستاذ حمدين صباحي في الطابور من المواقف الطريفه فالحقيقه الانتخابات شهدت اقبال متوسط من الناخبين لاختيار اول رئيس بالاقتراع
وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات أن اللجنة عازمة على تطبيق القانون على جميع المرشحين دون استثناء، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما تم من لقاءات أثناء فترة الصمت الانتخابي، مشددا على أن هذه اللقاءات تفسر على أنها دعاية انتخابية. طبعا تابعت اللجنة يعني 100 غرفة عمليات بالوزارات والحركات والأحزاب السياسية المختلفة. حملة حمدين صباحي نفت أنه كان في تلقيه أي هدايا من أي نوع أو تعنيفه لأحد الناخبين. أحد الناخبين معاه. نشوف كده يا جماعة الفيديو. وحملة صباحي بالبحيرة بتقول اكتشفنا حصول أعضاء في الإخوان على توكيلات لمرشحنا وألغيناها. احنا سمعنا دلوقتي أنه كمان في بورسعيد 2 من نواب الحرية والعدالة تم تحويلهم للنيابة لأنهم كانوا يحملوا 314. إيه عندك الموضوع يا أستاذ؟ فضل. يعني زبطوا معاهم البطاقات دي الأوراق دي وتم التبليغ عنهم وهم فعلا محولين لنيابة. 314 بطاقة؟ أي. اللي هي منزوعة من الدفاتر يعني متعبية متعبية. فده يعني خرق واضح جدا، مش خرق يعني، ده انتهاك جريمة في الحقيقة لابد المعاقبة عليها يعني. أي. دي يعني على طول في انتهاكات انتخابية هنتكلم عليها دلوقتي. شفت أي انتهاكات؟ لا ما شفناش أي انتهاكات شخصيا يعني. ما يعني سطرين ومنظرين لما تروحي تشوفي كل حاجة ماشية تمام. فكرة كلها أن الانتهاكات لما بتحصل يا إما طريق سكت مثلا، الكشوفات اللي فيها أسامي ناس ميتة أو أي نوع من هذه أنواع لسه موجود أعداد مهولة. وبقى وفي اللعبة التانية يعني اللي هو بقى لعبة الإشاعات الجميلة يعني، بس دي مش في الانتهاكات دي قانوني جدا. بس أثرت كتير جدا في هذه الانتخابات يعني بصراحة. إيه بقى الإشاعات زي إيه؟ والله أنت عندك إشاعة شفيق إن هو مات وجات له سكتة قلبية من يومين، نفس الإشاعة طلع عندنا في البرنامج نفاها. وعمرو موسى وان هو هيجيب نائب اخوان. ايوه. واشاعه حمدين صباحي. نائب اخوان احسن من سكتة قلبية. مش قوي، مش الخصوصات عمرو موسى يعني ما تعرفيش يعني. اشاعه حمدين صباحي امبارح والانسحاب. قالوا انه انسحب؟ طلعوا الاشاعه دي. دي بقى الاشاعه دي بتتعمل كتير قبل الانتخابات. لا وساعات وقت الانتخابات يعني في دلوقتي ارقام تليفونات معينه لحمله ابو الفتوح يعني اشاعات التمويل اللي لا بتدعم ان هي انها من حمله ابو الفتوح، بتبعت لناس اسمسات اللي هو انتخب ابو الفتوح انتخب ابو الفتوح كل ساعه. ده عامل زي مثلا لعب انتخابيه الواحد كان سمع عنها، مثلا واحد عاوز يكسب فبعت ناسه يخبطوا على الناس الساعه 4 الصبح يوم الانتخاب يقولوا لهم انتخبوا المنافس بتاعه. فالناس تروح يعني ده بيسميه التصويت العقابي برضه. أيوة. انه الناس لو انزعجت الفكره كلها الناس لما بتحس ان في ناس بتزن عليها في حاجه بتاخد رد فعل سلبي جدا يعني. بس اقوى اشاعه بصراحه هي اشاعه شفيق والبابا. ايه بقى اشاعه شفيق والبابا اشاعه ان البابا قال لشفيق قبل ما يموت ان شفيق هو رئيس مصر القادم. ولا بعد ما مات؟ لا قبل ما يموت. بس هي ليها اصل، انا سأطقصنا عليها يعني. طلع ان هو لما كان راح يزور البابا قبل ما يموت ايام ما كان عيان يعني، فالبابا قال له ازيك يا ريس، فعلى اساس رئيس وزراء يعني كان فاتسمعت ان هو قرر ان هو رئيس مصر اللي جاي. فالموضوع ده انتشر جدا يعني لها اصل في الحقيقه. ليها اصل، ساعات الاشاعات بيكون ليها اصل يعني. مثلا اشاعه ان حمدين متمول من خيره الشاطر، دي اشاعه طلعت جدا عشان دي غريبه. تيجي ازاي دي بقى؟ عشان تيجي ازاي؟ شايفين انه عاوزين ياخد اصوات الثوريين من ابو الفتوح. فالموضوع ده ابتدى ازاي؟ ان في ناس فتلاقي ناس اخوان بيروحوا يعلقوا بوسترات حمدين وهو بيعلق صوت الاخوان، فالناس تصور هم او تشوفهم فطلع يقول اهو الاخوان بيدعموا حمدين. دي يا جماعه اشاعات. انا عايز اعترف ان انا ارتكبت اشاعه دي في انتخابات البرلمانيه وجالي خبر وفاه الاستاذ سعد ابو بتاعه. وانا قلت الخبر، بصيت يا عيني لقيته بيكلمني في التليفون قال لي انا ما بطش ده المنافسين بتوعي. وحسيت بذنب فظيع. قال لي انا سعد ابو بتاعه. قلت له ايه
بتتكلم من العالم الاخر. والله وحسيت بذنب فظيع جدا وقلت له لغايه دلوقتي بقى هعتذر له كل ما افتكر حكايه الاشاعات دي لان دي وسيله طبعًا. ان يقولوا مرض خطير او ان الشخص مات او انه يروحوا يعملوا الاشاعه العكسيه بس بتاعت تمويل الشاطر عندي دي حاجه غريبه. حضرتك كنت عايز تقول ايه يا فندم؟ كنت عايز اقول انه سبب الشائعه دي ان اسهم الدكتور عبد المنعم مفتوح كانت قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا يزعج الدكتور محمد مرسي. فثم بعد ذلك ارتفعت اسهم في الايام الاخيره في اخر 3 ايام عدوا ارتفعت اسهم الاستاذ حمدين صباحي جدا. لا اكتر من 3 ايام او اسبوع مش اكتر بعد بعد المناظره. وبعدين نظروا فوجدوا لا عملنا هنا استفتاء نظروا فوجدوا ان الحمله بتاعت الاستاذ حمدين اصلا كانت حملة فقيرة وهو كان بيقول كده في كل مكان إن أنا كان بيقول مفيش تمويل مفيش تمويل خالص. وبعدين فجأة بقى في بنرات وفي إعلانات تغزو الشوارع كلها بشكل مكثف بمبالغ ضخمة جدا. فبقى الناس بعض الناس تفكر وتقول ده أكيد دي لعبة انتخابية من الإخوان دعموا حمدين صباحي علشان يرفعوه لأنه لما هيرتفع هياخد أصوات عبد المنعم. فإذا كان عبد المنعم مثلا هياخد 17% فياخدوا منه 7% مثلا فترفع أيضا حمدين إلى 10 أو 12%. فيبقى بالتالي يحصل توازن هنا ومحمد مرسي هو اللي يفضل في المقدمة هو اللي يفضل أعلى. بس هو واضح النهاردة يعني سمعنا أنه الدكتور مرسي شادد يعني مش في كل أماكن. أنا أقول لك تقرير عندي التقرير جاء حضرتك في الفيديو اللي عايزين توريه لنا يا جماعة. أي الراجل ما عملش حاجة اهو عمل حاجة طلع اعتذر له يعني يا دوبك مشدة بسيطة وبعدين رجع يعني تبسط معه ممكن يكون من الزحمة من الانفعال ما فيش حاجة يعني ولقى الراجل عايز يتجاوز دوره فبيقول له ما ينفعش ان انت تتجاوز دورك وهو الناس ايوه زي الناس ما قالت للدكتور سعد الكتاتني ما ينفعش تتجاوز دورك وده شكل من اشكال التبصير ده شيء جميل يقول للناس لا لازم تلتزموا يعني انا متاكده دلوقتي ان حتى في السوبر ماركت الناس مش هتسيب الناس تعدي عليها في الصف الله ده كان لازم يعمل كده واحد نازل الانتخابات واقف في الطابور ملتزم فيجد شخص اخر يحاول ان يتجاوز الطابور ويطلع قدام لازم يعمل كده لازم يقول له انت غلط ارجع صحيح قبل ما نغير الموضوع عن حمدين بس على مصادر تمويله حمدين ظهرت له حملة كبيرة جدا عشان خاطر هو بقى مرشح كبير جدا لكتير من الفنانين والوسط الفني والسينمائي في مصر. الناس دي كلها راحت تبرعات تبرعات عينية هما يشتروا اليافطة هما يشتروا لا دي تبرعات مشروعة كلها طبعا معنا مكالمة من سعادة المستشار أشرف ندى على الهاتف. أهلا وسهلا سعادة المستشار. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. احنا سمعنا ان في ازمه في احدى اللجان الانتخابيه. ايوه اللجنه عندي عند حضرتك 8:30 بقى مدينا الوقت ساعه وبعد مرور نص ساعه. حضرتك اللجنه فين يا فندم؟ اللجنه في عابدين محمد فريد محمد فريد عابدين. اتفضل. فبعد ما ادينا الوقت ساعه بعد مرور نص ساعه ابتدى يحصل تهجم من الناس وهجوم على اللجنه وتطاول غير طبيعي. تطاول معرفش ليه. تطاول من طلبنا من الشرطه والقوات المسلحه انها تضبط الاداء تضبط الامن. فاحنا بنامن خارجي مش في الدور الدور الثاني. انا في الدور الثاني في 5-6 لجان. فازاي يعني العمليه ثابت؟ دي شكوى مكرره من النهار الصبح والظهر والعصر
وبلغنا اللجنة العامة بالكلام ده مفيش حد عمل حاجة. واخبار حضرتك لحد لما حصلت الكارثة ديت وابتدى في تطاول هجوم ومش هنخرجك وهنحتجزك والكلام الفارغ ده. ده قالوا لحضرتك مش هنخرجك وهنحتجزك؟ اه. لماذا؟ اللجنة لمدة ربع ساعة. جه المأمور وده لواء مساعد مش عارف ايه في الشرطة ومقدم الجيش طلع والجيش طلع ابتدوا يظبطوا الناس ويوقفوهم طابور ويتعاملوا خشية ان يكونوا هم السبب في ان اللجنة باظت لان الامن في بره في الشارع ومش في في الطرقات. وده غلط. اثناء اليوم حلت اثنين لاسم عابدين لان هم كانوا بيقولوا للناس انتخب فلان وانتخب علان. كانوا بيقولوا لهم انتخب مين يا فندم؟ لا كان بيقول لهم انتخبوا احد المرشحين ما فيش داعي اقولها يعني. المرشح معين يعني. واخبر حضرتك مرتين يعني احنا لازم نقول الانتهاكات. ومندوب مرشح جاي وماشي جوه اللجنه وعمال يوزع ورق مسكناه وجاي ينزل الامن جري. جري الامن ضعيف جدا بصراحه شديده. اما دلوقتي ابتدى الامن يظبط بعد حدوث المشاده اللي اتهنى فيها بصراحه. طب يا فندم على تكمله اللجنه لان خساره الصناديق ديت بالذات معموله يعني بشفافيه حقيقه خساره تبوظ على الربع ساعه الاخيره. طيب حضرتك تفسيرك وتعليلك لهذا الهجوم والتطاول ان في محاوله السطو على صناديق مثلا؟ بالظبط كده لان اللجان دي اللجنه دي الوحيده زي اللي حصل في انتخابات اللي ماشية بالظبط وبمضي على ورقه بعد ما الناخب يدي بصوته لازم امضي على ظهرها عشان ما يتعملش لعبه الورقه الدواره. ايوه واخبر حضرتك. فده يظهر اثرهم بالاضافه ان في رقم كود على كل ورقه بس ده بعد ما بنقطع الورقه بتبقى من غير رقم الكود بتاعها فبالتالي ممكن تستخدم في اي حته. انضطي على ظهرها منعت الحته دي فيظهر ما استحملوش نفسيا ان تستمر هذه الرقابه الشديده. ده اللي حصل. بس حضرتك على الرغم من كل الـ يعني الاخبار المزعجه في هذا الخبر في جانب مضيء ان حضرتك بتقول ان في شفافيه وفي حرص شديد على لجنتي يا فندم في لجنتي انا حقيقة والله انا ما اعرفش اللي جاب فيها ايه يعني انا بصراحه حضرتك كده نبهت هو كده برضه يعني حضرتك نبهت. انا معايا الاستاذ ثروت الخرباوي والاستاذ محمود سالم والاستاذه عزه كامل والاستاذه عزه اتفضلي. بنشكر حضرتك جدا على النزاهه وعلى الدقه وعلى انك انت كمان نبهت يعني اديت واجبك بفاعليه شديده جدا بس اداه بصعوبه يعني صعوبة. هنا في هو بيدق ناقوس الخطأ لما بقول له قال لي في لجنتي عشان كده انا بس عايزه اقول لحضرتك معانا كنت الصبح القضاء كله والشعب كله على المحك لو ما كناش كلنا رقباء على بعض وعاوزين نرجع هذه العمليه هتفشل بالتاكيد. لا لازم كلنا نكون رقباء على هذه الانتخابات عشان كده انا بطالب كل القضاة في مصر اللي في اللجان يمضوا على الورق لان في بعض اللجان في الزمالك واحنا كنا بنلف القضاة ما كانوش بيمضوا على الورق ويقولوا في سيريال نمبر مش مشكله. لا دي لا مشكله السيريال نمبر ده انا من ضمن الملحوظات اللي مشكلة. كتبتها انها فاشله لان السيريال نمبر هيبقى في الكعب مش هيبقى في الورق نفسها بالاضافه ان رقم اللجنه الفرعيه بيطرق على بياض ليه مش مكتوب مش عارف بنضطر نكتبه بايدينا. طب ليه؟ طب ما هو المفروض يتكتب لان الرقم ده ما ينفعش غير يكون بعت على اللجنه دي فده دي ثغرات خطر جدا فبضطر انا شخصيا اوقع بايدي بعد ما الناخب يدلك صوته على ظهرها من غير ما اشوفه طبعا عمل ايه يعني. ها طب يعني هل ممكن المواطن بقى لان في انتخابات بكره هل ممكن المواطن يطلب من القاضي انه يوقع على ظهر الورق بتاعك؟ والله حضرتك دي بقى هتعمل مشكله لكن انا بناشد كل القضاه اللي يفعلوا ذلك وناشدتهم امبارح
وقلنا لهم افعلوا ذلك من تلقاء نفسكم ليطمئن قلبك. صحيح يعني. طيب يعني احنا بنناشد معك يا سعادة المستشار اشرف ندى انه القضاء جميعا يصروا على التوقيع على ظهر الورقة الانتخابية لان هذا يضمن التأكد من ان القاضي اشرف على هذه الورقة. وده الحقيقة سعادة المستشار احنا في الانتخابات البرلمانية وصلنا هنا في الاستوديو يعني عشرات الالاف. المشهد ممكن نجيب المشهد يا اكرم هاته عشان نفكر الناس. كان معانا عشرات الالاف من البطاقات اللي متعلم عليها وما عليهاش طبعا توقيع ولا حاجة وكانت مرمية عندي في الأرض. جبنا الصناديق من الشارع من الصحراء. برافو برافو برافو. هو ده اللي أقول عليه. إذن أنا توقيعي على ظهر الورقة بيديني أنا الطمأنينة حقيقية دي. لازم معرفش ليه ما تقلتش يعني دي لم تكن من التعليمات اللجنة العامة. المفروض في ناس في سؤال يا فندم. في سؤال من الأستاذ ثروت الخلباوي اتفضل. بقول لحضرتك هي دي لم تكن من تعليمات اللجنة العامة التي ليست من تعليمات اللجنة العامة ولكن أنا بناشد القضاء فعل ذلك لكي يطمئن قلبه. أي الحقيقة هو طبعا تصرف حضرتك في وعي وفي إدراك لكيف تدار الانتخابات بنزاهة. وانا الحقيقه بقى اناشد كل القضاء ان هم يعملوا زي حضرتك بالظبط عشان نضمن ان الانتخابات ستخرج. يعني حضرتك عشان الورقه الدواره مش عاوز قاضي يمضي على الورقه قبل الانتخاب. لا بعد ما ينتخب ويجي له قبل ما يحطها في الصندوق. ايوه صحيح. مش في الاول. صحيح. ممكن برضو ناشد ربنا كتر من احسان حضرتك والله. يا ريت ناشد الاخرين ويا رب تنجح والعمليه تمشي على خير ان شاء الله. شكرا سعادة المستشار أشرف ندى ربنا وفقك غدا. وبنطالب قضاة مصر الشرفاء بالتأكيد على التوقيع على ظهر التذاكر الانتخابية. وحنرجع بعد الفصل بانتهاكات كتيرة قوي. مش عارفة ليه اليومين دول عايزة أفكركم باللي كنت بعمله في آخر سنة 2006 قبل الانتخابات البرلمانية. كنت متهورة شوي. أيها السادة ننعي لكم ضمير العالم العوض على الله في الأخلاق والقانون. ومرحبا بعالم لا يعترف إلا بقانون البلطجة السياسية. كانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة نموذجا صارخا للبلطجة السياسية بكل أشكالها وأنواعها. استخدمت فيها كل الموبقات والوسائل غير المشروعة. كان الجديد والمثير أن تتم البلطجة على عينك يا تاجر وتحت سمع وبصر شاشات الفضائيات وعلى الهواء مباشرة وكأنها خدمة توصيل البلطجة للمنازل. الغريب أن هناك عائلات بأكملها بتحترف البلطجة وأصبح هناك نجوم البلطجة. وزي ما قلت لكم أن أشهر بلطجية في الجيزة هي امرأة اكتسبت شهرة هائلة في تصور يا دكتورة. فعلا بجد والله اكتسب اسمها سكسكة. سكسكة إنها تسببت في فوز عدد كبير من النواب. مش قلت لكم انت مبسوط بقى؟ انت كان نفسك النهارده تنتخب كده ويبقى ليك صوت عشان والله كان نفسي قوي. يعني كان نفسك يبقى عندك بطاقه وكده. وانا اقنعت مامتي برضو بالمرشح. يعني انت مقتنع بمرشح فقلت لمامتك عشان هي انا اقنعتها بيه. ممكن تدي فرص عمل للشباب لان هم اللي بيعمروا دلوقتي. ويعني مستحيل يبقى في تزوير. الجيش اهو مأمن زي الفل اهو والشرطة برضو. ويعني في كل حتة في مصر دلوقتي الجيش والشرطة مأمنين كل حاجة. يعني ما فيش مش هيحصل تزوير. انت مبسوطة عشان مصر بتعمل انتخابات وكده وان يبقى في ديمقراطية في مصر وكده. انت مبسوط من ده؟ طبعا لازم يبقى في ديمقراطية. ليه بقى؟ يعني لازم يبقى في ديمقراطية عشان لو واحد عايز ده واحد عايز ده الصندوق هو اللي هيقرر. Thank you.
انا من الساعه 9 وجايه من الاميريه وراكبه مواصلات عشان اقول رايي، واخده بالك؟ عشان البلد وعشاننا وعشان ولادنا. في نظام ودخلنا كويسين، ما فيش اي مشكله وتمام، يعني ما فيش حاجه. كانش موجود اي حد من اللجان مثلا؟ في مراقبين؟ في بالظبط، في مراقبين. يعني انا دخلت اديتها بطاقتي وبعد كده مضيت وخدت الساتر وقفت ورا وانتخبت اللي انا عايزاه وحطيتها تاني في الصندوق. بطيء قوي الطابور، بطيء جدا. وبعدين بقوله القاضي اللي جوه نفسه بطيء، وكلمنا فيه عقيد كان معادي قلنا له، قال احنا بنقول له، قال انا اقفل لكم اللجنه وامشي. وبعدين ساعه الصلاه منع دخول اي حد واحنا واقفين في الشمس ومش كده. يعني انا راجل سني 61 سنه، لاول مره في حياتي انزل انتخابات، وده في حد ذاته هيدي مؤشر للرئيس اللي جاي انه فكر كويس قوي ان الشعب كله نزل، انه لو ما مشيش كويس الشعب هينزل تاني. كان جوه فيه يعني ما كانش فيه اي نوع من الدعايه لاي مرشح ما بعينه او اي حاجه؟ لا لا، ما فيش اي حاجه جوه خالص. يعني التصويت كان سهل بالنسبه لك؟ ما فيش اي. انت جيتي تصوتي ليه النهارده؟ يعني اول مره بقى عايزين البلد تبقى كويسه. هل كان في تجاوزات او حاجه؟ يعني شفتوا مشاكل؟ شفتوا اي حد بيروج لدعايه قدام؟ لا لا، بصراحه انا من ساعه ما جيت ما شفتش اي حاجه زي كده. وسالت عن اللجنه، اتلقيت الى حد ما الجيش متفاهم، الشرطه برضو كويسه. وانت خلاص صوتت جوه؟ خلصت اهو في ثواني. طب قولي، هل كان في مشاكل جوه او اي حاجه؟ جيت كده على طول ان شاء الله. كل طالع بيطلع بيقول نكته كده وفرحان ومبسوط. قولي، انت انتخبت ليه النهارده؟ راجل وطني، حق لازم انتخب، امال ايه؟ جيت لقيتها رايقه خالص يعني، والعمليه كويسه وميسره الحمد لله. يعني الوضع ميسر خالص وسلس وكويسه جدا. يعني نزلت انتخبت ليه النهارده؟ عشان لازم ادي صوتي ونختار واحد يمثلنا ويشوف مشاكل الشعب ويشوف كل حاجه. شكرا. واي حد يكسب مش مشكله، المهم بس كده كده ايا كان مين اللي هيكسب البلد هتتغير، فخلاص مش فارقه مين. انا مقتنع بواحد فانا يعني اديت له صوتي بس، لكن مش مشكلة بقى مين اللي يكسب. رجحت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية الصادرة اليوم ألا ينبثق عن الجولة الأولى من الانتخابات فائز، متوقعة أن تجرى جولة الإعادة في 16 يونيو القادم ولمدة يومين، من بين أكثر مرشحين حصل على نسبة الأصوات وتعلن النتائج أن هي يوم 21 يونيو. وبتقول أن خروج ملايين المصريين لاختيار رئيسهم في أول انتخابات حرة، زي ما قالت الأخت كده، قالت أول مرة خلي البلد تتصلح عقب ما يقرب من عام ونصف من الإطاحة بحكم حسني مبارك، من شأنه إسدال الستار على عقود من الحكم الاستبدادي. وأعتقد أن ده وضح في كلام الطفل الشاب الجميل اللي بيتكلم. كان ممكن نشوف الشباب دول قبل الثورة بهذا الشكل. وعي وعي ما شاء الله. يعني الثورة قفزت بالناس وقفزت بالشباب الصغار قفزة كبيرة في الوعي وفي الفهم والشباب مش بس يعني. انت كنت بتقولي حاجة على السن الجديد. السن الجديد اللي احنا شايفينه، يعني الجيل الثوري اللي طالع في السن اللي جاية، يعني الناس كلها شايفة ان الثورة هديت. لا يا جماعة، في شاب طالع دخل في جامعات وردي بينظم نفسه جوه مدارس الحقيقة. يعني بقى الموضوع ان اللعبة في الحوش بقى متظاهرين وامن، يعني الموضوع وصل لهذه الدرجة. فلا، احنا الموضوع ده مش يعني اتمنى ان ايا كان الرئيس اللي جاي ان هو يكون حاطط في دماغه فعلا ان هو يصلح اللي بيحصل في البلد، عشان وقته ضيق جدا، عشان في ظرف الاربع سنين الجيل ده هيطلع ممكن ياكله. الجيل الشاب الصغير ده اللي هم ما بين 12 و16 هو ده الرهان اللي عندنا. يعني بعد اربع سنين هيطلعوا ليك ايها الرئيس القادم ياكلوك اكل ما عادش فيها هزار. هيقلعوك. ما شاء الله، شوف شباب مصر الحلوين، والله انا فرحت بيه جدا. بص بيتكلم ازاي. ما شاء الله. قبل ما نسال الاساتذه في الانتهاكات اللي هيقولوا لنا عليها، عايز اسال حضرتك بتقول عملت رصد لحركه الانتخابيه اليوم. مش انا اللي عامل رصد الحقيقه، هو في جمعيه اسمها جمعيه المصريه للمراقبه والرصد، والجمعيه دي مكونه من عدد كبير من المحامين. مسمينها ترقب ورصد او حاجه زي كده؟ المراقبه والرصد. المراقبه والرصد. جمعيه المصريه. في عدد كبير من المحامين والناشطين في المجال الحقوقي ومجالات الانتخابات والرقابه على الانتخابات.
كانوا بيعملوا بعض، ويمكن ده يبقى ملاحظ بالنسبة للي كانوا بيروحوا الانتخابات، ان كان في ناس بتسألهم انتوا صوتوا لمين او اديتوا لمين. ده كان معظمهم من تبع الجمعية المصرية للمراقبة والرصد. في ايضا الدكتور عبد الخالق فاروق اظن عامل برضو، لو نحاول نتصل به، او الاستاذ عمار علي حسن ايضا نفس الحكاية لو نقدر نتصل بيهم. ايوه اتفضل يا فندم. فمثلا في الشرقية أفاد المندوبين هناك أن الدكتور محمد مرسي هو المتقدم، بعديه الدكتور محمد مرسي هو المتقدم في الشرقية حتى الآن. لأنه هو الشرقية بلده، وده كلام منطقي. في الشرقية أي. وبعديه الدكتور أبو الفتوح، وبعديهم الأستاذ أحمد شفيق، وبعديهم الأستاذ حمدين. في كفر الشيخ حمدين واضح أن كل بلد بتدي المرشح بتاعها. كفر الشيخ متصدر. يعني حضرتك قلت ده في الشرقية، حضرتك بتقول لنا ان محمد مرسي ثم ابو الفتوح هم برضو قريبين من بعض، يعني بغض النظر عن النسب، لكن هم قريبين يعني مش بعاد قوي. كل المرشحين دول قريبين من بعض. طب ازاي النسب دي تتعمل وما فيش فرز لسه؟ ما هو ده بيسألوا الناس وهي خارجة، بيسألوها بس هل في دقة؟ ما هي دي لا مجرد مؤشرات يا استاذ عادل. مجرد مؤشرات، انما طبعا من غير رصد ولا حاجه. ده هم طالعين بيسالوهم انتوا اديتوا لمين. في ناس بتمتنع عن انها تقول، وفي ناس بتقول. فده من الناس اللي قالت. في كفر الشيخ حمدين نمره واحد، ابو الفتوح نمره اتنين، مرسي نمره تلاته. في المنوفيه شفيق نمره واحد. بيقولوا واخد بلد الرؤساء دي، بلد الرؤساء. ودي غريبه قوي حكايه المنوفيه. ليه؟ انها تدي للفريق شفيق، يعني ما تنتصرش للثورة، فكان غريب يعني. عناني معايا بيقول حصل. عناني من المنوفية. ومع ذلك احنا برضو لسه مش عارفين عشان ما نظلمش اهل المنوفية. لكن برضو المؤشر التاني ان عمرو موسى هو التاني. في بس هو في كل الاحوال دلوقتي وحمدين نمرة ثلاثة. نسبة الناس اللي صوتت 12% من 12 ل 13%. ما انا بقول لك على النهارده، من 12 ل 13% من ايه؟ من النسبه اللي المفروض تصوت. يعني النسبه اللي المفروض تصوت ده لغايه من ساعه فاتت، عشان بس نبقى في احنا دقة. متوقعين انه هنوصل 50% او 60%. لا 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 استحاله. في ناس على فكره انا عايزه اقوله، في ناس مش مهتميه خالص بالانتخابات، وفي ناس مقاطعه. وعايزه اقول ان نسبه كبيره جدا من شباب الثوره مقاطع هذه الانتخابات، موقف ثوري هم واخدينه. ده عايزين نحلل ده يا محمود. فده مهم جدا ان احنا نشوفه كمان عشان ما يبقاش بنخفي الازمه. خلص الاستاذ ثروت، وبعدين نرجع للنقطه اللي اثرتها الاستاذ عادل. بني سويف الدكتور محمد مرسي نمره واحد، وده برضو انا اعتبره منطقي لان الدكتور محمد بديع مرشد الاخوان من بني سويف، وابو الفتوح نمره اثنين، وحمدين نمره ثلاثه. في الاسماعيليه بقى الدكتور اللي هي المفروض مقر الرئيسي منشئه الاخوان المسلمين، لكن ابو الفتوح نمره واحد، وبعديه بحاجه بسيطه قوي مرسي. الدكتور ابو الفتوح ما هو اخوانجي برضه، ونمره ثلاثه حمدين، وانا اخوانجي برضه. طيب انا اخوانجي. هو طيب. في عمرو موسى لا 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 بعيد. عمرو موسى بعيد صح؟ ده اللي وصل لنا برضه. شوفي بقى في مدينه نصر. هل معقول ده يعني؟ لا هقول لك حاجات ثانيه، مؤشرات فيها عمرو موسى موجود طبعا. في مدينه نصر اعتقد ان حمله عمرو موسى كانت اصدرت بيان قالت ان هو متقدم في مناطق كثيره جدا. ايوه اتفضلي. في مدينة نصر أبو الفتوح نمرة واحد، حمدين نمرة اتنين، مرسي نمرة ثلاثة. مصر الجديدة نفس الحكاية، أبو الفتوح حضرتك نازل ورق شوية لأنه مصر الجديدة. مصر الجديدة أبو الفتوح غريبة مصر الجديدة. عشان كده بقول المؤشرات دي غريبة شوية لأنها مش دقيقة على الإطلاق. يعني أنا رحت صوتت في مصر الجديدة. طب نتكلم للدكتور عبد الخالق فاروق أو أستاذ عمار علي حسن. ممكن أصلا اعتماد على ناس خارجة ونقول لها وكام، هل خدوا كل الناس علينا؟ ده بيكون في بعض اللجان وليس في كل اللجان. بالظبط، عشان كده ما نقدرش ناخدها كمؤشرات أبدا. دي مؤشرات بدائية في لأن هذا قد يؤثر على رأي الناخبين لبكرة. يبقى ما نقدرش. لو تلاحظي ما ناخدهاش. لو تلاحظي معانا المدن السياحة زي راس سدر وشرم الشيخ والغردقة بيدوا شفيق وعمرو موسى. طب ممكن يبقى لها مبرر ده ليه. طبعا طيب احنا معانا الدكتور عبد الخالق فاروق على التليفون، ايضا ممكن يقول لنا يعني المؤشرات المبدئية للانتخابات اليوم. سعادة الدكتور اهلا وسهلا. اهلا يا دكتورة، ازيك؟ اهلا بيكي. اهلا دكتور. دكتور حضرتك عندك المركز طبعا بيقوم بمحاولة عمل رصد للعملية الانتخابية، رأيك النهاردة ايه؟ 12% تقريبا من عدد الناخبين
العدد الكلي؟ احنا الحقيقه بنعمل حاجتين، احنا اولا عملنا استطلاع راي على مدار ثلاث ايام فاتوا. ايوه. لاستطلاع راي عينه من الناخبين، بلغت حوالي اكبر استطلاع تم 3718. والنهارده كنا بنعمل متابعه للانتخابات وما يسمى استطلاع الخروج، اي جمع وتحليل موقف واتجاهات المصوتين بعد خروجهم من اللجان الانتخابيه. عشان استاذ سلمى الخرباوي كان بيقول لنا حاجه زي كده. لقينا مؤشرات مهمه. ايوه. من اهمها، بس انا عايز اقول لحضرتك قبل ما تقول لي التفاصيل، انا مش هقدر اقول كل التفاصيل. أيوة. علشان احنا يعني ملتزمين في حاجه محدده. اتفضل. مع يعني احد الاطراف. أيوة. لكن انا طبعا ما اقدرش ارد لك طلب، لكن هقول لك بعض المفاجآت في الموضوع النهارده. أيوة. واللي هتستكمل ان شاء الله بكره. بس حضرتك ممكن تستعين باستطلاع ناس بوك لو سمحت، لان احنا وصلنا تقريبا دلوقتي حوالي 63,000. 63,000 ايه عندكم؟ على الصفحه. ايوه يا فندم. فيعني ممكن تستعينوا بيه برضه. اتفضل. طيب خلاص احنا نستعين بيه على طول. أيوة. مفيش مشكله خالص، بالعكس يسعدنا. الحقيقه انه النهارده في استطلاع الخروج. أيوة. من الواضح انه السيد عمرو موسى خرج من السباق. الو؟ لا احنا مش عايزين نقول كلام ياثر على الاصوات الانتخابيه. يعني في كل الاحوال، في كل الاحوال، في لو حبيتي نرصد بعض الانتهاكات الخاصه باليوم. لو عايزين نختصر على كده. النهارده كان في ثلاثه من المرشحين. لا حضرتك قلت ان في مفاجات، هل في مفاجات النهارده؟ اهم مفاجاه في الموضوع هو اللي انا قلت لحضرتك عليها وقلتي لي انه ما علشان ما ناثرش على بقيه. لكن في خروج احد ابرز المرشحين، في خروج له. اثنين، انه في سباق كتف بكتف تقريبا لثلاثه من المرشحين، كتف بكتف، السيد حمدين صباحي، السيد احمد شفيق، السيد دكتور عبد المنعم ابو الفتوح. ده تقريبا الثلاثه بيتنافسوا بقوه، وتقريبا عند مستوى واحد. بكره هيتحسم الامر فيما يتعلق بايهم. لسه بكره، وبكره اجازه. بس حضرتك ده يمكن العينه ماخوذه من اي منطقه، لانه لا احنا خدناها على مستوى الجمهوريه كلها يا دكتور. على مستوى الجمهوريه احنا خدناها عن طريق الاتصالات الهاتفيه. وخدناها على مستوى الجمهوريه ككل، عينه عشوائيه وفق للاسس العلميه اللي بتقوم بيها عمليات المراكز العلميه لاستطلاعات الراي العام. بنكملها النهارده وبكره بما يسمى استطلاع الخروج. واللي ادانا النهارده مؤشرات جديده كمان. ومفاجاه بالنسبه لنا، خاصه بالنسبه لاحد اهم المرشحين. طيب حضرتك بتقول انتهاكات، عايز تقول لنا على انتهاكات؟ طبعا في انتهاكات تمت، لان احنا لينا شباب موجودين في 20 محافظه. اولا رصدنا مخالفه للصمت الانتخابي، لقانون الصمت الانتخابي. في عدد من المحافظات، وتحديدا في ثلاثه بيقوموا بهذا الخرق من المرشحين. اثنين، رصدنا مبالغ ماليه بدات تدفع من بعض المرشحين، سواء من الحريه والعداله او من غيرها، من الاستاذ احمد شفيق. يعني المهم انه في مبالغ رفضنا انها بتدفع ما بين 100 جنيه ل 300 جنيه للصوت في بعض المناطق، منها المنصوره. وعندنا كمان اسماء اللجان اللي كان بيتم فيها ده او بجوارها تحديدا. رفضنا وجود اولا سيارات ميكروباص بتيجي بمجموعات من الناس بتدخل جوه الدوائر الانتخابيه، وده مخالف. كمان رصدنا انه في منتقبات او يعني محسوبين على قوى سياسيه معينه داخل اللجان الانتخابيه، داخل الدوائر الانتخابيه، جوه اللجان، وبالتالي كان لهم تاثير على موظفين الناس
اللي ما كانوش حاسمين دول موظفين يا استاذ عبد الخالق او من استاذ سارق الخرباوي بيسال حضرتك على حاجه. المنتقبات دول موظفين يا استاذ عبد الخالق ولا نعم؟ مواطنات نعم؟ موظفين جوه اللجان ولا مواطنات عاديات؟ لا لا الاخرين دول ناخبين كانوا موجودين جوه اللجان لما هم لو موظفين لو موظفين خلاص يبقى وجودهم طبيعي. نعم لو موظفين وجودهم طبيعي لكن بالضبط كده لكن دول كانوا ناخبين واستمروا موجودين داخل النطاق القانوني للجنه الانتخابيه وده امر بيخالف القواعد القانونيه اللي المفروض يكون عليها كل ناخب. ولا وانه صحيح واحنا اصدرنا بيان في المركز رصدنا فيها الانتهاكات والخروقات دي وحطيناها على الموقع الخاص بمركز النيل وطلبنا الجهات المسؤوله بالتحقيق فيها او وقف هذه الانتهاكات لانها بتاثر تاثير سلبي الحقيقه على مدى التكافؤ والعداله في اداره العمليه الانتخابيه وتاثيرها بكره غدا يعني هيكون الحقيقه يعني ضار جدا ببعض المرشحين. شكرا سعاده الدكتور عبد الخالق فاروق ونتمنى ان نلتقي قريبا باذن الله لنتابع نتائج الحمله الانتخابيه ان شاء الله للرئاسه. احنا عايزين نسمع شويه انتهاكات وبعدين عايزين نحلل. نفس كلامه الحمد لله كان متطابق مع كلام حضرتك كلام الجمعيه المصريه للمراقبه والرصد. ايوه وهنشوف برضو يعني حضروا الفيديوهات بتاعت شايفينكم. طيب. وبعد كده عايزين نحلل من خلال مين هيدخل الاعاده يعني نحاول نعمل تحليل للصوره. بس انا عايزه اطلب من المشاهدين عشان الاستطلاع بتاعنا واضح انه قوي جدا احنا وصلنا 63,000 فبطلب منكم احنا هنستمر النهارده في ان انتم تدلوا باصواتكم وبتشاركوا. احنا بنقول دي عينه وتدريب للمواطن على المشاركه الانتخابيه. هتدلوا بصوتكم في استطلاع ناس بوك على صفحاتنا وعلى الفيسبوك وعلى الاس ام اس وعلى التويتر وهتضيفوا للمرشح الذي تفضل انتخابه هتضيف ايضا توقعاتك يعني انت هتنتخب فلان بس ممكن تتوقع ان هيفوز واحد تاني. فارجوكم انا مساهماتكم هستناها عشان عايزين نوصل 100,000 بقى ان شاء الله ويبقى استطلاع ناس بوك من اقوى الاستطلاعات في هذه الحمله الرئاسيه وتكونوا انتم مشاركين فيها معانا على الهواء. اتفضلي يا استاذ. طيب هنقول الانتهاكات اللي طالت جميع المرشحين يعني هنلاقي ان في اللجان بالدقهليه تم ايقاف احدى اللجان بالدقهليه نتيجه اكتشاف تسويد 35 بطاقه لصالح الدكتور مرسي. يعني تسويد ان هم سودوها زي اللي احنا حضرتوا لنا دي بتبقى من الدفتر نفسها يا استاذه عزه و يعني الدفتر جاهز ومتسود سهل لهم اخدها وسودوها وحطوا في الفيوم ده اتعمل بيها محضر او حاجه اتعمل بيها محضر كل دي بلاغات وموجوده وتوقفت اللجنه دي اظن لا ما اتخذش لسه فيها اي حاجه تم التحفظ في الفيوم على ضابط شرطه وجه الناخبين لصالح شفيق بالفيوم بعض اعضاء حمله الدكتور ابو الفتوح تم القبض عليهم بسبب توجيههم للناخبين كمان حزب اعتداء انصار احمد شفيق على انصار حملتي ابو الفتوح وحمدين صباحي في قريه ميت الكرمه إن أنصار الدكتور مرسي بيستخدمون حوش مدرسة الصفية زغلول في بولاق ساحة للدعاية ودي اتكررت في 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 محافظات كتيرة. لقينا في الهرم بعض السيدات المنتقبات بيوجهنا النساء الانتخاب زي ما قال الدكتور عبد الخالق دلوقتي. كمان تم القبض على مواطن بقطع بطاقته الانتخابية داخل لجنته بمحافظة الدقهلية بعد انتخابه العوة بدلا من شفيق. دي طرفة طبعا دمها خفيف يعني ندم ولا ايه؟ اشتباكات بين مؤيدي الاخوان وضابط التامين بالقوسيه باسيوط حمله الدكتور عمرو موسى تحرر محضرا ضد انصار ابو الفتوح بالاسكندريه كمان تم القبض على احد الاشخاص بمدرسه القناه بزهراء المعادي بحوزته استماره دواره محضر ضد سيده صورت انتخابها لشفيق للحصول على رشوه عشان لما تطلع تاخد رشوه من مين؟ من انصار شفيق من اللي وعدوها بقى بالظبط كده اللي وعدوها بره على فكره في فلوس اتفرقت جديد وفي بطاقات اتاخدت قبل الانتخابات اظن يا استاذه عزه دي وسيله تقاضي الفلوس ان بالزبط. الشخص اللي بياخد جزء
بيطلب منه انه يصور بالظبط انه هو علشان ياخد الباقي يعني يديله 25 جنيه وهو خارج يسلم الصوره على الموبايل يصور بالموبايل بتاعته الامضاء اللي هو مضاها اي بس في ناس لافوا عليهم في البيوت ياخدوا بطاقات منهم لا 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 ده كلام هو اللي يروح يحاول يشتري اصوات في الانتخابات دي بالحجم المصوتين ده يعني ما لا يعني اسهل لك ان انت تدخل جوه وتحاول تشتري الاصوات لا 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 مش كلام هو ده لو اعداد كبيره لو صرف له كم مليون يا استاذ مش هننصح احنا بس بنقول دلوقتي ان في نقطه اتجابت سيرتها ده من العاملون في اللجان الانتخابيه ان احنا فعلا لازم نركز على دول بقى عشان دول هم صلب الموضوع ده المهم لان هم بيوجهوا الناس بعضهم بيوجهوا الناس جوه الانتخابات وبيبيعوا اصوات الناس اللي ما صوتتش وبيبيعوا باسعار رخيصه جدا بيبيعوا اصوات الناس اللي ما صوتتش لا قبل كده اللي هو انت بتروح مثلا على تاني يوم بعد الدنيا كلها ما تهدى هيلاقوا يكون هم بصوا عندهم في الدفاتر لو مثلا فاضل عندهم 500 صوت ناس ما جاتش غالبا مش هتصوت بيبيعوا عشان كده في ناس بتروح تلاقي ان اسمها متعلم عليها وتلاقي ان الصوت ساعتها بيتباع ب 4 جنيه وحاجات كده يعني خليك تعرف اشياء سابقه يا استاذ محمود انما في الانتخابات دي لازم نبقى بقى مركزين جدا لازم نبقى مركزين بس واضح ان لازم احنا لازم نتاكد من موضوع اسامينا واسامي اهالينا اللي ماتوا وتاكد ان هم مش موجودين في الكشوف يعني في اسماء ناس ماتت اسماء الميتين موجودين وتحرر المحاضر بيها كتيره جدا ومن الشهداء كمان ودي كانت يعني حاجه موجعه اللي كمان نستخدم الشهداء في الموضوع يعني ان هم كمان صوتوا ايوه ده خالد سعيد ومينا تمام يعني الخبر بقى ده اللي كان قريب جدا قبل ما نيجي هنا ان ضبط مندوب الدكتور مرسي بحوزاته اقراص رمادول امام مدرسه بالتكبين ايوه وده احنا ما احناش عارفين ايه التفسير ده الاقراص دي كانت بتعمل ايه كانوا واخدينها عشان يهدوا الناس ولا يهدوا شخصهم ولا يمكن ايه يمكن بتبقى في ناس في العشوائيات بتبقى محتاجه يعني ياخد قرصه رمادول رشوه انتخابيه رشوه انتخابيه الطرفه اللطيفه ان في داخل لجنه بالشرقيه جه مولود جديد سموه شفيق شفيق في الشرقيه شفيق انا مش عايز اكمل على برض احنا هنضطر نطلع فاصل وهنرجع استاذ محمود سالم واستاذ خرباوي عندنا لازم نعمل تحليل ل يعني المشهد القادم بقى بالظبط لان ده مهم جدا هنرجع لكم بعد الفاصل صباح الخير يا جماعه ازاي صحتك ربنا يوفق مصر النهارده لاختيار الرئيس اللي يستطيع فعلا ان ياخذها في هذه المرحله الخطيره الدقيقه بيخوض مصر ولصالح مصر وتكون مرجعيته الوطن ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله امر الله امر الله وانتخابك بامر الله اشكرك تشكر جدا 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 موفق ان شاء الله موفق ان شاء الله ان شاء الله والله ما حيل على نسيبك والله ما انا تخيلوا لو عمرو موسى فاز في الرئاسة واحنا شايفينه دلوقتي داخل يعني زيه زي اي مواطن بيحط وبيكتب وبينتخب بس طبعا بينتخب نفسه
انا عايزه اعلق بما اننا جبنا الشريط ده بتاع سيد عمرو موسى، انه الاستطلاع اللي ذكر فيه الدكتور عبد الخالق فاروق، اعتقد اننا احنا لسه في بدايه يعني النهارده اليوم الاول، وفي بكره ممكن تتغير كل انا عايزه كمان اقول والاستطلاع دي واحده يا عزه الاستطلاع بتاع الدكتور عبد الخالق فاروق ده عمله على عينه من 3000، يعني انا حتى بقول على ال 63000 اللي عندي ان دي عينه بتوع الانترنت بتوع التلفزيون اللي عندهم امكانيه، وممكن كمان يعني غير داله فمش عايزين اننا نلخبط الناس ونقول، لان الحقيقه عباره مهمه جدا قالها الدكتور عبد الخالق فاروق، مش عايزين نتوقف عندها لانها دي غير داله وما كانش يجب ان الدكتور عبد الخالق يقولها على الهواء. لا استطلاعات الراي عامه في مصر دي مشكله، يعني استطلاعات الراي كلها غير علميه ومبنيه على شعب اساسا مش عاوز يكون صادق في يعني مش بيحب يقول، فالناس لما بتسالهم انت بتحط ممكن يقول لهم اسم حد تاني، يعني حصلت كتير جدا. لا حصلت كتير جدا، ما ينفعش نقول شعب غير صادق. لا هو مش قصدي ان هو بيكذب حضرتك، انا قصدي ان هو لما حد بيساله طب من حقه حق الخصوصيه طبعا ما يقولش، هو في ناس كتير ما قالتش، ففي ناس بتتزنق، في ناس ما قالتش لكن في ناس قالت. احنا نعرف ناس كانت بتقول ان هي انتخبت حمدين وهي في الحقيقه دخلت تنتخب شفيق عشان عبد المنعم والفتوح وكده، او عبد المنعم والفتوح. اقول ان ساعات يقولكش ممكن ما يقولكش بالظبط ايه هو انتخب ايه، وده ودي حاجه محدش يلوم حد فيها. لا وفي ضغط غير طبيعي طول الوقت في التوجيه على الناس، في الاول والاخر هذه ده يبقى انت خنت الثوره، في الاول والاخر هذه شبيهه باستطلاعات الراي وتؤخذ من عينات عشوائيه في الغالب بالظبط، فلا تكون قد تكون غير داله، يعني نتركها للمتخصصين يدرسوها لحضرتك. انه استفتائنا ده دل في شريحه معينه من معينه من، لكن ليس عن الشعب المصري. حتى لو يا استاذه هاله اليوم الثاني في الانتخاب بيفرق تماما. في ناس ما بتنزلش هتنزل الموازين بتختلف، فما نقدرش لازم ننتظر بكره اجازه رسميه بالظبط، فلازم ننتظر الحقيقه. لا والناس تتعامل مع الموضوع بنفس الاستسقاء بتاع اخر 10 دقائق قبل الفطار في رمضان كده، اللي هو الدنيا هتبقى فاضيه. انا النهارده انا كنت ناوي اعمل كده بس لقيت الدنيا فاضيه قمت رايح النهارده وصوتت وخلصت نفسي. كنت عايز تقول لنا في اللحظات الاخيره المشهد بقى المتوقع. والله اول حاجه في ان لا في شباب انقطع، الاول كنا بنتكلم على في شباب مقاطع، في شباب الثوره، الشباب الثوره كتير منهم مقاطعين علشان خاطر هم مش شايفين ان كتير من المرشحين بيمثلوا. شفتوا الحاج عنتر بيقول لنا من فضلكم اذاعه مؤشرات الانتخابات ممكن تؤثر على الناس نفسيا، ليك حق يا حاج عنتر، عندك حق، احنا اسفين. بس فهم كتير منهم واخدين وقفة بيقولوا ان الانتخابات دي ما فيش ضمانات ان هي تبقى نزيهة، مش شايفين ان المرشحين يمثلوهم، مش شايفين ان تنفع تحصل في وسط كل الانتهاكات لحقوق الانسان اللي حصلت والعباسية الى خيالخ. ففي كتير منهم واخدين حملة ان هم يطلعوا يهاجموا عمرو موسى وفريق احمد شفيق، حملات للفلول يروحوا يهاجموهم في حتة كتيرة جدا. بس معظم الناس واخداها برضو في سكة ان هي مش مقتنعة. وده ممكن يكون بيدل برضه على الاقبال الضعيف اللي حصل النهارده. بالظبط. ان في مصريين كتير فعلا ما راحوش ما حسوش ان في حد فيهم يمثلهم. ليه في اقبال ضعيف؟ في ناس محبطه جدا من ان هي محترمه، ما كناش متصورين ده. لان شباب الثوره متهيألي كان يعني في تصوره الرئيس القادم يكون مختلف عن ال 13 اللي متربعه، على احترامنا لكل المترشحين وبالتالي ده حقهم، لان هم محتاجين حد يكون بيعبر عنهم اكتر، محتاجين انه يبقى فيه وضوح في الرؤيه، محتاجين ان يبقى حد هيحقق لهم الحلم بتاعهم. ما اعتقدش ان شباب الثوره شايف ان الحلم ده ممكن يتحقق. انا عايزه اقول لك الاخبار بيقول حققنا الحلم، عنوان الاخبار بيقول حققنا الحلم واقبال كبير على الصناديق في اليوم الاول لانتخابات الرئاسه، مخالفات محدوده، غياب الدعايه امام اللجان، مد التصويت الى 9 مساء، وقوات الجيش باتت لتامين الصناديق، والخميس اليوم اجازه لتسهيل على كله تمام، مفيش اي انتهاكات ولا فيش اي حاجه وكله حلو حلو والله جميل. نقوم بقى احنا نروح. حمله موسى تحرر محضرين ضد انصار مرسي وابو الفتوح بتهمه الاعتداء على اعضائها. أكد محمد موسى مستشار إعلامي لحملة عمرو موسى أن الحملة قامت بتحرير محضر بقسم شرطة الرمل ضد أنصار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة التعدي على عدد من مندوبي موسى وحاملي التوكيلات العامة. وقال موسى نقلا عن أحمد عجاج أحد المنسقين أنه تم تحرير محضرا بقسم شرطة تاني الرمل
بعد قيام عدد من الأشخاص يرتدون ملابس وشعارات منسوبة لحملة المرشح أبو الفتوح بالتعدي عليهم بالألفاظ ومحاولة اكتذابهم لمشادات في النطاق المحيط بمجمع مدارس السيوف حيث تقع اللجان الانتخابية، وأنهم كانوا 5 أشخاص. يعني ابتدت دلوقتي البلاغات المرشحين في بعض. تمام. واضح يعني. ما كل ما اعتمد لسه على بكرة، فكل واحد بيحاول. بكرة ده هيبقى ضرب الفيصل بالنسبة لهم كلهم يعني. أي يا فندم، احنا بنتكلم دلوقتي على الشباب الثورة وتقصيرهم وعدم اقبال الناس على الاشتراك، يعني بغزارة زي ما حصل في الانتخابات انتخابات مجلس الشعب. اتفضل. كانت انتخابات مجلس الشعب طبعا اقبل الناس عليها. أي. وكانت اول انتخابات ديمقراطية حقيقية مرت على مصر في بعد الثورة. منذ سنوات طويلة جدا لم نحصل على مثل هذه الحرية في الاختيار. لكن الانتخابات دي الحقيقة انا عايز اتكلم عن في ظاهرة موجودة، ان في كتير في الشارع احجموا عن التصويت للحرية والعدالة بمثل القدر الذي صوتوا فيه للحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية. وده كان له الحقيقة اسبابه. أما عن السبب الأول، مرشح الحرية والعدالة كان بالنسبة للحرية والعدالة الاختيار الثاني، لأن الاختيار الأول عندهم كان الشاطر. المهندس خيرت الشاطر. فإزاي ينزلوا واحد هو الاختيار الثاني ليهم ويطلبوا من الشعب أن يكون هذا الثاني هو الاختيار الأول للشعب؟ فدي مسألة نفسية وقفت يعني حائل دون الإنسان أن يقبل على اختيار الدكتور مرسي. الممارسه لا يا فندم، بس في مؤشرات كتيره انه في دكتور مرسي. انا هقول لحضرتك يعني في تجيش وحاجه، بس ممكن يكون دكتور مرسي فعلا نزل على فكره. فريق رئيس فرنسا كان مرشح احتياط. بصي عايز اقول لحضرتك في اولاندا كان مرشح احتياط، ده وراه حزب بغض النظر سين او صاد او عين. ايوه وراه حزب، وراه حزب، وراه كتله، وراه. بصي يا دكتوره هاله، الحزب هو اللي بيحشي. في المناطق العشوائيه شفت حضرتك الكتل البشريه والدعاية والسلسلة البشرية واستخدام الأصوات وتجيش الناس للانتخابات. فيعني السلسلة البشرية دي أفراد جماعة الإخوان، مش مواطنين عاديين رايحين يعملوا السلسلة البشرية دي. الممارسة السياسية ما تكلمنا أكتر على ده. انا احب اتكلم على فكره، على فكره ان الاخوان بيتحركوا كعيله، كان هو مشروع عائلي. ما هم يعني لما تبص حتى جوه مكتب الارشاد بتلاقي ان كتير جدا متصلين ببعض، تلاقي ان انا سايب نسايب متجوزين من بعض، وناس تتصاعد لمجرد زواجهم بنت خيرة الشاطر او قريبه خيرة الشاطر. فده عمل فده بيحصل. بنتكلم دلوقتي في مشروع عيله عايزه تحكم مصر. استنى، يعني في علاقات عائليه ونسب؟ طبعا جواز ومصالح وفي كلام وفي فيديوهات اتعملت على الموضوع ده، وده واصل يعني بينه وبين الاسلام. يعني الحاجات بتوصل لمرحله مثلا، يعني كلام الدكتور صبحي صالح صحيح على انه الاخواني لازم يتجوز اخوانيه؟ طبعا 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 طبعا. حضرتك بتتكلم جد؟ بتكلم جد. ده امر طبيعي عند الاخوان لما اي احد يدور على كان عندنا الاسره، احنا مش عايزين اسر تاني. لا 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 كان عندنا جمال وام بس دي حرياتهم الشخصيه، هم احرار فيها. انا بتكلم عن شيء. المهم ما عكسوهاش علينا. لا ما عكسوهاش علينا بقى، اساس البشريه يعني مش عايزين يتحركوا كالعيله. يعني هي دي برضو ده تنظيمهم، هم احرار يحرموا تنظيمهم. لكن هم احرار بس مش احس على الحكومه بيه. انا بس عايز اقول حاجه بس واضحه، ان مش بقيم دلوقتي موقف مرشح. كان لازم يبقى معانا حد والله من الاخوان. انا من الاخوان حضرتك. طب اتفضل. انا عايز اوضح لماذا قل اقبال الناس على الحريه والعداله في هذه الانتخابات عن تصويتها لهم في البرلمان. مش بتكلم عن موقف الدكتور محمد مرسي تحديدا، وليس لي ان اتحدث عنه. ومش هتعرض لشخصيته ولا كلامه، ولا حتى نقدر نتعرض في الانتخابات دي. وهو شخصيه محترمه وله تقدير، وانا اعرفه شخصيا، هو راجل محترم جدا. لكن انا بتكلم عن ظاهره اخرى، ظاهره ان كانت هناك كتله تصويتيه كبيره تذهب الى الاخوان المسلمين او تذهب الى الحريه والعداله بمعنى يعني اكثر دقه.
في انتخابات البرلمان، ثم أصبحت هذه الكتلة أقل من الانتخابات الماضية. كان من ضمنها أسباب كثيرة، الممارسة السياسية لأعضاء الحرية والعدالة في انتخابات في البرلمان في مجلس الشعب الحالي كانت ممارسة ضعيفة أقل مما يتوقع الناس. الناس كانت متوقعة أنها تختارهم هيحلوا المشاكل. الحقيقة الحرية والعدالة قالت لا نستطيع أن نحل كل المشاكل لأن لازم نكون في السلطة التنفيذية، لذلك دفعنا بمرشحين في انتخابات الرئاسة. لكن هم برضو ما وضحوش للشعب أن كان في إمكانك وأنت في البرلمان وأنت صاحب الأغلبية أن تضع قوانين تعطي إنصافات وتعطي حقوق للناس اللي حرموا منها. مسألة القوانين الخاصة كان شغلهم يكوشوا على كل حاجة، بس ما يتعلق بالأجر والحد الأقصى للأجور والحد الأدنى للأجور، كل هذه الأشياء كان من الممكن أن يقوم الإخوان في البرلمان بوضع قوانين ليها، لكن انشغلوا بأشياء أخرى لم تكن مصالح الناس في بالكرسي. كمل كلامي يا أستاذ محمود. شفت قانون الاتحاد بتاع الاتحاد العمالية اللي هم مقدمينه؟ حضرتك سمعت عنه؟ حضرتك قريته؟ بس انا بعد اذنك علشان انا عندي فكره كامله في دماغي عايز اقولها. انا اسف انا مش عاوز اقطع حضرتك، بس الفكره كلها ان احنا قرينا القانون ده، والقانون ده قانون جميل جدا وهايل. المشكله بس ان شالوا منه تقريبا كل الحقوق اللي كانوا مدينا الاتحاد العمالي تنقضها. حلو، فهنا في الفكره ان ده مشروع ممكن ما يكونش فيه حاجه غير السمع والطاعه، واحنا مش عاوزين ده بصراحه. يعني حضرتك كمل. في حاجه تانية، الخطاب الديني بالنسبه للاخوان في الفتره اللي فاتت كان في استقطاب كبير جدا وتكفير للقوى السياسيه، حتى اننا فوجئنا ان في مقالات بتكتب من بعض شيوخ الاخوان في موقع اخوان اونلاين، زي احد الشيوخ الشيخ عبد القادر احمد عبد القادر عبد القادر غير عبد الرحمن البر. الشيخ عبد الرحمن البر كان قد كتب ايضا شيئا، لكن انا اود ان اقول ان عبد القادر احمد عبد القادر الذي اتهم او وصف قال الليبراليين دول مجموعه من تجار المخدرات والشواذ والذين يتاجرون في البشر ويتاجرون مش عارف ليه مزارع تعالب، بيقول مزارع تعالب مزارع تعالب بيعملوا انا اظن ان ده تعريف لها جديد. لها حاجه دي معنى احنا مش عارفينه لسه. هو قال مزارع الثعالب ومزابل الخنازير، ده التعبير اللي استخدمه. وقال اما بالنسبه للعلمانيين يعني اقول لحضرتك مزارع التعالب ليه دلوقتي بصفتهم يعني بيلبسوا بقى يعني فراء الثعالب، وان الليبراليه تدعو الى الليبراليه تدعو الى الحريه المطلقه بحيث كلام الممجوج اللي خلاص بقى عرفنا منه يعني. والعلمانيه يقول فيها مثلا انه دول ناس خارجين من الدين، والناصريين واليسار دول الههم في الكريملين ولا يعرفون الاله الذي في السماء، كفر كل الناس يعني. فده يعني. وبعدين لما في اشياء تستفز الناس يا استاذ عزه طبعا، لما نلاقي حد يقول اختيار من شيوخ الاخوان او من شيوخ السلفيين اللي تضامنوا مع الاخوان ان اختيار محمد مرسي فريضه، يعني ازاي يكون اختيار؟ يعني هل سيضاف فرد جديد الى فروض الاسلام؟ هل هتصبح اركان الاسلام بدل ما هي خمسه هتصبح سته؟ يمكن. هل هنروح ننتخب الدكتور محمد مرسي واحنا لابسين ملابس الاحرام مثلا؟ يعني ما هذا الكلام؟ واللي يقول ان ده صدقه جاريه، اللي هيدعو اللي هيعمل دعايه لمحمد مرسي ده صدقه جاريه، دي اشياء كتبت بألسنتهم وتصريحات قالوها. واللي قال انه اول مشروع هيعمله الدكتور محمد مرسي صرف صحي اسلامي. يعني ايه صرف صحي اسلامي؟ يعني صرف صحي اسلامي يعني ايه صرف صحي اسلامي اللي هو بيقوله ده؟ يعني هيدوا هيلغوا قاعده التواليت الافرنجي ويخلوها بلدي بلدي يعني ايه مفهوم شرعيه يعملوها قاعده شرعيه؟ ايه المفهوم ده الغريب جدا ده؟ يعني حاجات غريبه زي كده. برضو نيجي لمشروع عشان في قاعده في الموضوع عشان في قاعده مشروع النهضه نفسه اللي هم بيتكلموا عنه هم نفسهم مش عارفين يشرحوه للناس، مش عارفين يقولوه، ومعظمه عبارات فضفاضه. في حاجه غريبه جدا منطقيا علماء الاقتصاد كلهم قالوها بالنسبه هم بينظروا الى هذا المشروع. انتوا بتقولوا ان احنا هنعمل في مصر في خلال السنوات الاولى 100 مشروع، كل مشروع هيكون راس ماله مليار جنيه، يعني 100 مليار جنيه. أي مشروعات تلك التي ستتحملها مصر؟ 100 مشروع، أنت هتدخل تعمل مشروعات في الزراعة ومشروعات في الصناعة ومشروعات إيه تاني اللي تكمل 100 مشروع وكل مشروع رأسمال 100؟ إيه هو؟ أنا أفهم إن أمريكا مثلا هي القادرة على أن يكون فيها استثمارات ل 100 مشروع في خلال سنة أو سنتين أو حتى أربعة، كل مشروع فيه 100 مليار.
مثلا مش مليار واحد، لكن احنا بلدنا ناميه لسه، احنا طالعين هتعمل لنا زي 100 مشروع. ايه الابتكار يعني؟ كلام خيالي. فين مصادر التمويل؟ فين مصادر غير مصادر التمويل؟ ايه المشروع؟ بس هو ده مش يعني مش مشروع ليه؟ عشان اكون عادله، مش بس الدكتور مرسي ولا ولا الاخوان والحريه العداله، كل المرشحين قالوا هنعمل مشروع وهنزود الاجور وهنعمل ما اعرفش ايه، محدش قال لنا هيجيب الفلوس منين. يا دكتوره هلا انا بتكلم على التمويل، محدش قال لنا المشاريع دي مالوش حتى اسمها ايه. لأن هو الإنسان الوحيد اللي مقدم، يعني أعظمنا عمرو موسى مقدم برضو برنامج تفصيلي. أيوة. بس هو مشروع النهضة أكتر مشروع حصل عليه، يعني تحس أنه بيتكلموا عنه زي ما كانوا بيتكلموا السنة اللي فاتت، بيقولوا ألف عالم شاركوا في وضع هذا المشروع. مين ألف عالم يقولوا هيتعمل وحيجيبوا الفلوس يعني منين؟ قال لي أحد خبراء الاقتصاد، قال لي أنت عارف يعني إيه 100 مليار في ال 100 مشروع دول؟ يعني ايه؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني واحد يجي في شقه صغيره مكونه من اوضه اوضتين وصاله ويقول انا هعمل فيهم معرض للسلع المعمره ومعرض للاساس ومعرض لكذا ومعرض لكذا، المكان لا يتحمل. انما لو هيعمل الكلام ده في مول كبير يتحمل. مصر الان مثل الشقه الصغيره لا تتحمل مثل هذه المشروعات. وايه هي المشروعات؟ بس احنا عايزين كمان نعرف ايه هي المشروعات. لو عارفين تجيبوا الفلوس دي من دلوقتي والله الاقتصاد يعني مستنيكم. يعني احنا نفسنا نشوف. وبعدين احنا نتمنى يعني حتى زي ما انت ما بتقول بالزبط. يا استاذ محمود، اذا لم تصلوا الى الرئاسه يجب ان تكون انتم دعاه، لازم يكون لكم اسهاماتكم في نهضه مصر، مش لازم تكونوا في الرئاسه عشان ترتفعوا بشان مصر. مدوا ايديكم لايدين الناس زي. كلها علشان مصر ترجع مره ثانيه. احنا نتمنى الاخوان يمدوا ايديهم للناس كلها، مش يفرقوا، عايزينهم يجمعوا، مش عايزينهم ينظروا الى المختلفين معهم سياسيا اقتصاديا اختلاف اخر. كل مرشح احنا لما عايزينه يلم شمل مصر. لذلك الكلام اللي بيقوله بعض المرشحين عن الاصطفاف الوطني ده كلام جيد جدا. احنا عايزين ناس فعلا تصطف حول مشروع وطني له قيمته، ومشاريع وطنيه لها قيمتها، وكلنا نتجرب وكلنا ننسى نفسنا. يجب ان يبعد تماما عن الحكم في مصر. الاسلام السياسي مكانه مش الحكم في مصر. انا في تقديري تعرفي انا بقول ان يعني انا معترض على تعبير الاسلام السياسي اساسا. تعرفي ليه؟ لانه انا معترض على ان نلصق كل شيء ونقول اسلامي. انا مسلم، تعبير اسلامي دي تعبيرات مستحدثه. حتى وانا قلت قبل كده مع الدكتوره هلا، اخواني المسلمين ايه؟ انا قلت اكمل لحضرتك، كانت مجرد رد فعل للاقصر. قلت للدكتوره هلا قبل كده في حلقه سابقه انه ما فيش حاجه اسمها مثلا حضاره اسلاميه، في اسمها حضاره المسلمين. مفيش حاجة اسمها تاريخ الإسلام، في حاجة اسمها تاريخ المسلمين. أما تاريخ الإسلام فهو كان في فترة الرسالة فقط، فترة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك هو تاريخ المسلمين. مفيش حاجة أن أنا أجي أتكلم عن واحد من علماء الإسلام الكبار وأقول عنه أنه حجة الإسلام. حجة الإسلام يعني دليل على الإسلام. ما فيش حاجة اسمها حجة الإسلام، دي مش مراتب نبوة. نقول الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، لا، نقول حجة المسلمين. نقول شيخ المسلمين على ابن تيمية مثلا. ننفع قدر أي حد، لكن ننسبه إلى المسلمين ولا ننسبه إلى الإسلام. لأن الإسلام لا ينسب لأي بشر، ما فيش حاجة اسمها ربانية. أي تيار ديني يبعد عن الحكم، لا يصلح أن يحكم مصر. أن يدخل الإنسان بنفسه، أن يدخل الإسلام بنفسه الإنسان، وهو يقول ها أنا ذا، أنا رجل وحدي أحمل مشروعا إنسانيا أيا كان هذا المشروع الإنساني، وبعرضه على الناس، يقبلوا الناس عليه أو لا يقبلوا، ده أمر. إنما مش فرد ما بين إن أنا آجي وأقول أنا الذي أحمل الإسلام. دول حولوا يا دكتورة في طنطا، يعني أمر مؤسف جدا. لما راح مرشح الحرية والعدالة راحوا مطلعين ورق ووزعوه على الناس وقالوا لهم هل تعرفون من الذي كتب مشروع النهضة؟ الذي كتب مشروع النهضة وأعده هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا مش ألف عالم بقى، ده طلع الرسول عليه الصلاة والسلام، وطلع كده وإحنا مش فاهمين أن الإسلام كان مشروع، ما كانش دين، واحنا مش واخدين بالنا. ويبقى كده في دينين ومشروع. يعني ده كلام يا دكتوره يتقال الكلام ده؟ هل هذا الكلام يعقل؟ بيحضروا الجن وبيحضروا العفاريت، وزي ما حضروا العفاريت والجن ان شاء الله العفاريت والجن هينصرفوهم من الشعب. لذلك انا عايز انسب كل شيء الى الانسانيه،
طبعا وليس الى دين الانسانيه. التعبير ده تعبير كانت تمارسه الاسلاميه، ما هي كده فيها القيمه الانسانيه المسماه بالاسلاميه وقت ان كانت هناك مراهقه فكريه لسه للحركه المسماه بالحركه الاسلاميه، وانا كنت واحد وما زلت من احد افرادها والجماعه الاسلاميه، ارتقي بهذه الافكار وارفع هذه الافكار واصل بها الى درجه النضج، وبقول لكل الناس احنا لازم نكون كده. مفيش حاجه اسمها الصق شيء بالاسلام ويبقى فلان الفلاني اللي داخل ده يطبق الشريعه الاسلاميه. يعني ايه يطبق الشريعه الاسلاميه؟ عايز اقول لك حاجه يا محمود، عايز اقول لك حاجه، مؤمن بده؟ قال طبعا مؤمن بده، مش عايزين نتكلم على مرشحين، انا مش هتكلم عن مرشحين، انا بس اسال على يلا في الدقيقتين الاخرانيين اتفضل. عايز اقول لك انه مفيش حاجه اسمها تطبيق الشريعه الاسلاميه. انتوا يعني ايه تطبيق الشريعه الاسلاميه؟ الشريعه الاسلاميه مطبقه في مصر، والذي يتحدث عن ان الشريعه الاسلاميه غير مطبقه، امال الماده الثانيه من الدستور دي كانت بتعمل ايه؟ امال المحكمه الدستوريه اللي كل يوم والتاني تلغي احكام غير مطابقه لمبادئ الشريعه الاسلاميه كانت بتعمل ايه المحكمه الدستوريه؟ دي اسئله بس عامل قوانين ولا رجل قانون، احكام القانون المدني باكملها متفقه مع مبادئ الشريعه الاسلاميه، وكان الاسلام لم يكتشف الا بوجوده. والكلام حول الحدود يعني كلام ساذج، الكلام حول الحدود ليه؟ لانه في تعريفات بعض الفقهاء ان الحد ده امر تعبدي. الدكتور سعد الدين الهلالي احد فقهاء الازهر الكبار استاذ الفقه المقارن بيقول ايه؟ بيقول ان الحد ده اساسا عباده لا تقام الا اذا اقر به الشخص وطلب تطبيقه، لكن في عقوبات تانية اسمها عقوبات اصليه، دي اللي هي التعزير اللي الحاكم بيضعها، اللي هي العقوبه الوضعيه اللي احنا بنحطها في قانون العقوبات، في قوانين بالظبط، في قوانين. اما الحد ده فده عقوبه تخييريه للشخص الذي ارتكب الجرم، اذا ما اراد ان يطبق عليه الحد يروح يقول انا ارتكبت الجرم الفلاني. فوفقا للمأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه اذا ما قام هذا الشخص بالهروب من تنفيذ حكم الحد قبل ان يقام عليه الحد فيجب ان يترك لعله قد عدل عن اعترافه او عدل عن رغبته في تطبيق الحد. ده الفهم الصحيح للحدود. انما احنا ما نخوفش الناس، انا خوف الناس ليه؟ انا اعمل الاسلام يجب ان يرتقي باخلاق الناس، الاسلام الذي يحمله هؤلاء يجب ان نذهب ونرتقي. هؤلاء بشر، هؤلاء بشر يسيبون ما عشان كده بقول لك يا استاذ عزه، عشان كده بقول لك ان مشروعنا ان نرتقي باخلاق الناس. لا 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 هؤلاء سلفيين على فكره يعني كي. لما يعني عايزين نتكلم في ده ارتقي بامانه الناس لما يكون الاسلام بيقول تعلي القيم الانسانيه، ادوا الامانه الى اهلها، لما يبقى احنا لازم نؤدي الامانه، اتقان العمل، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن، لازم هو ده الاسلام. من الذي سيحاسب؟ دكتور بس الفكره كلها ان بالنسبه لي انا اسمع كلامك ده كلام كويس جدا، بس لما اعرف ان حزب النور السلفي ورا دكتور عبد المنعم والفتوح اللي هو في القوانين دايما بيتكلم عن الشريعه سنه تطبيق الشريعه مثلا قانون حد الخرابه والكلام ده، يعني الناس بتقلق عشان كده. لهم حق الناس تقلق، بس عايز اقول لك حاجه، بس مش هنقدر نتكلم على اشخاص، مش هتكلم على اشخاص من غير ما اتكلم على اشخاص. يا دكتور هلا لازم خلصت. هقول لك حاجه، ان لو جاء مجموعه من الناس مختلفين في الراي وارادوا ان يقفوا مع مرشح رغم ان في مساحه اختلاف بينهم، هل يعاب على ذلك المرشح الذي وقف المختلفين معه وقرروا ان هم يأيدوه؟ لا طبعا. اي حد انا مثلا اللي حصل بينهم، بس انا مثلا اؤيد حمدين واؤيد عبد المنعم والفتوح على نفس الدرجه كويس. طيب. مش عايزين نقول اسامي، انا مختلف مع حمدين في التوجهات السياسيه. طيب. هل معنى ذلك ان حمدين وانا اؤيده بنفس درجه تاييدي لعبد المنعم ابو الفتوح ان انا بقول له تنازل عن افكارك ومعتقداتك علشان انا امنت بك؟ الحقيقه حديث الاستاذ ثروت الخربوي دائما حديث بيدعو الى التامل وحديث شيق للغايه، يعني كنا نود ان احنا نستمر لكن الوقت داهمنا ولابد اننا نلتقي بضيوفنا الكرماء الاخرين في الجزء التالي من هذا التحليل للمشهد الانتخابي اليوم في اول يوم من انتخابات الرئاسه المصريه. بشكر ضيوفي الاعزاء وهنرجع لكم بعد الفاصل. I'm